صبحكم الله بالخير. اليوم احنا برحاب الأكاديمية الحسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية، فيها العديد من التخصصات. اليوم بدنا نتعرف على هالأكاديمية، خليكم معنا. صبحكم الله بالخير. مشاهدينا، معنا الدكتورة إيثار خلف الهمسات، مديرة قبول التسجيل في الأكاديمية. يصبحك بالخير دكتور. يصبحك بالنور يا أهلا، الله يسعدك. دكتورة، اليوم احنا موجودين بالأكاديمية، حابين نتعرف أكثر عن الأكاديمية. أول شيء نورتونا بالأكاديمية. نور. طبعا أكاديمية الأمير حسين للحماية المدنية هي كلية جامعية تابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، وبتعاون أكاديمي مع الجامعة الأردنية، طبعا تتبع ماليا وإداريا لمديرية الأمن العام. بداية عندنا الجامعة بتطرح تخصصات تمنح درجة البكالوريوس والدبلوم المتوسط اللي هي الشهادة الجامعية المتوسطة. فيما يخص البكالوريوس، في عندنا 4 تخصصات اللي هي هندسة الإطفاء والسلامة والطاقة المتجددة، وفي عندنا بكالوريوس بالإسعاف الطبي المتخصص، وبكالوريوس بإدارة الكوارث والأزمات. أما فيما يخص الدبلوم اللي هي الشهادة الجامعية المتوسطة، ففي عندنا دبلوم بالأمن والسلامة والدعم اللوجستي. أيضا الأكاديمية عندنا بتطرح برنامج للماجستير والدبلوم العالي. الماجستير في عندنا تمنح الأكاديمية درجة الماجستير في إدارة الكوارث والأزمات، والدبلوم العالي في تقنيات التعامل مع المواد الخطرة. التسجيل يتم من خلال القبول الموحد، طلبات القبول الموحد. في حال تم قبول الطالب عندنا في الأكاديمية، مراجعة الأكاديمية مع الوثائق المطلوبة لاستكمال إجراءات التسجيل. أنا الطالب نديم الرواجدة، طالب هندسة ميكانيك الإطفاء والسلامة في أكاديمية الأمير حسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية، طالب سنة ثانية. جاء اختيار هذا التخصص ضمن دراسة بعدم الخوض ودراسة التخصص والتغلب في دراسة التخصص مشبع كباقي التخصصات في الجامعات. كما قمنا باختيار أكاديمية الأمير حسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية، وذلك لأنها الجهة المسؤولة الوحيدة التي تعنى بعلوم الحماية المدنية. نتلقى العديد من المواد ودراسة المواد والمختبرات الأكاديمية والعملية في أكاديمية الأمير حسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية ضمن كادر مؤهل للقيام بالعملية الدراسية، لنستفيد من معظم المعلومات التي يجب علينا الخوض بها. أنا الطالبة ملاك بلال أحمد العقرباوي من تخصص الإسعاف الطبي المتخصص، من طلاب أكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية. حابة أحكي عن تخصص الإسعاف. هو كتخصص، هو كخط دفاع أولي بالتخصصات الطبية. يعني إحنا بناخد البيشنت قبل الوصول للمستشفى، بيكون أنستابل، بنوصل المستشفى بحالة إنه يكون ستابل. من خلال الأكاديمية هو اكتسبت أنا الجانب العملي والنظري، وهو أصلاً كمان بيركز كتير على الجانب العملي، وهذا الإشي بيأهلني أنا لسوق العمل. أنا الطالب علي أحمد فهد أبو حشيش، من أحد طلاب أكاديمية الأمير حسين بن عبد الله للحماية المدنية. أنا فخور جداً أني من أحد طلاب الأكاديمية، تخصصي هندسة ميكانيك والطاقة المتجددة. تخصصنا بشكل عام هو اللي بحكي عن العالم والتوفير الطاقة بشكل عام، اللي هو راح يصير بالمستقبل. جامعة بشكل عام بتوفر لنا دورات مجانية، شبه كل شهر بينزلونا من دورتين لثلاث بخصوص التخصص. دكتور، منصبح عليك، أهلا وسهلا فيك دكتور موفق الخالدي. ويعني زي ما تابعنا بالتقرير عن هالأكاديمية، أكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية، خلينا نحكي أكثر عن نشأتها وعن بدايتها. بداية نسأل صباحك ستي وصباح المشاهدين الكرام. أكاديمية الأمير الحسين أنشئت في عام 2009، وباشرت أعمالها في عام 2009 بناء على توجيهات ملكية سامية لأن يكون هناك أكاديمية متخصصة في علوم الحماية المدنية.
الأكاديمية بدأت بعدد من التخصصات أو بدأت بثلاث تخصصات في البداية، ولكن الآن توسعت وفي عندنا تقريبا 9 أو 10 تخصصات على بثلاث مستويات تعليمية، مستوى الدبلوم المتوسط والدبلوم والبكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير التخصصات. هذا بالنسبة للتخصصات. طبعا الأكاديمية هي من تعتبر الأكاديمية الوحيدة المتخصصة في علوم الحماية المدنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالرغم من أن كثير من الجامعات اللي تدرس تخصصاتنا الآن، ولكن كأكاديمية متخصصة نحن الوحيدين الموجودين في المنطقة. ممتاز. اليوم عندما تحدث عن هذه التخصصات، تحدث عن هذه الأكاديمية، أكيد يعني كان عند إنشاء هدف لتلبية متطلبات سوق العمل، تقديم الخدمات التي تخدم الجميع اليوم وبحاجتها أيضا المجتمع وسوق العمل. ماذا نقول؟ نعم سيدي، الأكاديمية الهدف كان من إنشائها هو رفض السوق المحلي والإقليمي بمتخصصين بمجال علوم الحماية المدنية، والحمد لله الأكاديمية نجحت في تحقيق أهدافها. فترة من الفترات وصل عدد الطلاب الوافدين من الدول الشقيقة والدول الصديقة 20%، وخرجنا أعداد هائلة من هذه الدول. نسبة التشغيل أو الملتحقين في سوق العمل تكاد تكون من أعلى المستويات على مستويات الجامعة الأردنية، ومن أعلى التخصصات، أو إذا أخذنا مقارنة التخصصات تكون هي الأعلى. بطبيعة الحال مؤخرا حصلنا على بيانات من مؤسسة الضمان الاجتماعي عن عدد المشتركين والمشتغلين من خريجينا، وصلت النسبة تقريبا لأكثر من 75%. ما شاء الله. نعم سيدي، البقية طبعا مش مسجلين في الضمان الاجتماعي، هم ملتحقين في سوق الخليج. ما شاء الله. يعني علاقتها مع سوق العمل دكتور موفق مهمة جدا، يعني يمكن هذا اللي احنا عم نشوفه والأرقام اللي انت عم تحكيها. نعم. فهل تم دراسة هذه التخصصات لتواكب سوق العمل؟ نعم سيدي، حقيقة هل الأكاديمية بالرقم مننا يعني صغر سننا جديد انشأنا، لكن قمنا بدراسة تكاد تكون الوحيدة على مستوى الجامعات الأردنية. عملنا دراسة هي مدى مواءمة ومواكبة مهارات وكفاءة خريجينا مع متطلبات أو توقعات أرباب العمل. فعملنا الدراسة هذه وحللنا بياناتها، وجدنا بعض المهارات أو بعض الكفايات اللي يحتاجها طلابنا، هذا قمنا بتعويضها عن طريق دورات تدريبية. وأنا بعلن من خلالكم إحنا مستعدين لأي طالب من طلابنا خريج مهما كان السنة اللي تخرج فيها، أنه نعمل دورة تدريبية مجانية، وباستمرار إحنا نعمل دورات تدريبية مجانية لطلابنا حتى نكون مؤهلين أكثر لسوق العمل. ممتاز. اليوم يعني أكيد في تعاون من خلال الكليات، من خلال الجامعات كأكاديمية طبعا، وحابين يعني بعد ما نحكي عن هذا التعاون نعطي أمثلة على تخصصات اليوم، وأنت بتنصح أيضا الطلاب أنهم شو يروحوا يدرسوها حتى يكونوا جاهزين لسوق العمل. نعم سيدي، الأكاديمية عندما أنشأت هي أنشأت بناء على اتفاقية بين ثلاث مؤسسات عريقة في وطننا الحبيب. يعني الاتفاقية كانت بين الجامعة الأردنية وجامعة البلقاء التطبيقية ومديرية الدفاع المدني آنذاك، الآن بطبيعة الحال بعد الدمج مديرية الأمن العام. التخصصات اللي تقدمها الأكاديمية مثل ما تفضلوا المشاهدين وشافوا بالتقرير، في عندنا هندسة الأطفاء والسلامة نسبة التشغيل فيها 100%، إدارة الكوارث والأزمات نسبة التشغيل فيها 100%، الإسعاف الطبي نسبة التشغيل فيها 100%، الأمن والسلامة السنة هاي بدنا نخرج طبعا احنا الوحيدين اللي ندرسه بالمستوى الوطن العربي كبرنامج اداري. في بعض الجامعات تقدم هذا البرنامج كبرنامج هندسي ولكن كبرنامج اداري احنا الوحيدين. مؤخرا الاكاديميه ايضا استحدثنا برنامج اداره الكوارث والازمات على مستوى الماجستير، واستحدثنا برنامج تقنيات التعامل مع المواد الخطره. بطبيعه الحال هذا البرنامج بعد حادثه العقبه اللي صارت السنة الماضية مباشرة نحن تحركنا وفتحنا هذا التخصص على مستوى الدبلوم العالي لكي يرفد سوق العمل المحلي والإقليم أيضا بخبراء في مجال التعامل مع المواد الخطيرة. فمثل ما تلاحظوا هي تخصصات فريدة. صح. وقعنا مؤخرا عدد من الاتفاقيات، وقعنا مع جامعة أمريكية اتفاقية من جامعة نورث ويسترن ستيت يونيفرسيتي اتفاقية، والآن موجود 3 طلاب إنه يدرسوا لمدة فصل دراسي في أمريكا، وإن شاء الله بإذن الله الفصل الثاني راح نبتعث عدد آخر من الطلاب. والعمل الجاري الآن على توقيع اتفاقية أخرى مع جامعة منه البرتغالية في مراحل الأخيرة أيضا، نتأمل إن شاء الله الفصل الثاني رايحين نبدأ بإفادة الطلاب خلال برامج تبادل الطلابي. بطبيعة الحال مثل ما حكيت لكم إحنا في اتفاقية بين الجامعة الأردنية مع الجامعة الأردنية وجامعة البلقاء التطبيقية. الشعار الشهادة لما تتخرج الطالب
يحمل ثلاث شعارات: شعار الجامعة الأردنية، وشعار جامعة البلقاء التطبيقية، وشعار الأكاديمية. فالطالب هو يستفيد من كافة الامتيازات الممنوحة للخريج الأردنية وخريج البلقاء وخريج الأكاديمية. يعني دكتور، فعلا شيء مفخرة واللي احنا عم نشوفه انه الحياة تغيرت ومتطلبات السوق تغيرت، وطلابنا صار عندهم شغف لأمور أخرى وأيضا توائم والتطور اللي عم بيصير بسوق العمل. يعطيكم ألف عافية وكل الشكر لكم، وإن شاء الله دائما نشوف هيك طلابنا مميزين في كافة التخصصات اللي بتدرسوها. إن شاء الله التوفيق دائما، وهي دعوة لكل الطلاب انه كمان هاي مرحلة مهمة في اختيار التخصص. يعني ممكن تختار تخصص مباشرة بعد التخرج، حتى ممكن أثناء التخرج يساعدك في إيجاد فرصة عمل، وأيضا انك تبلش هيك تبني أسرتك وتخدم أسرتك ومجتمعك إن شاء الله دائما. فاصل، متواصلين، خليكم معنا.